السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده مش ماتش كورة، أنا مش بزيعه. أنتوا وحشيني جدا. بالنسبة لطلبة تجارة إنجليزي عين شمس، عايز أقول إن أنتوا وحشيني جدا جدا جدا، دي أول حاجة. مفتقدكم جدا 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 جدا. حاولت أفكر في أي حاجة ساعد بيها لأني برا مصر طبعا، فقلت ان انا اعمل الفيديو ده يمكن يساعد يعني بعض الشيء. بس يعني قبل ما ابتدي الفيديو، انا عايز اقول بس حاجة مهمة، انه حضور المحاضرة هو شيء مهم جدا 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 برضو، وانه الاساتذة اللي عند حضراتكم هم اساتذتي، وهم يعني اللي علموني، ولازم يكون ليهم الاولوية قبل اي شيء. فأرجو ان انتوا تعتبروا بس الـ الفيديو ده مجرد أداة مساعدة مش اكتر يعني. بس ونبتدي بقى الفيديو، لان انا مش عايز اضيع وقتكم، لان عارف ان الميد تيرم اكزام قرب. فهبتدي على طول. احنا هنتكلم عن الكوست اكاونتنج. اوكي، كوست اكاونتنج. طبعا انتوا حضراتكم عارفين انه احنا الكوست اكاونتنج هتدرس في سنه ثالثه، وبعدين للاكاونتنج ميجر في سنه رابعه هياخدوا ادفانسد كوست اكاونتنج. فمهم جدا ان انت تبقى عارف البرنسبلز بيست برنسبلز اوف كوست اكاونتنج، كل المبادئ بتاعه الكوست اكاونتنج سنه ثالثه كويس قوي، لانك انت رايح سنه رابعه وان شاء الله احتمال تحتاجها لو انت اكاونتنج ديبارتمنت يعني. بالنسبه للاكاونتنج احنا او الكوست اكاونتنج، انا اظن انه الميد تيرم اكزام والكفر شابتر 1 وبعدين شابتر 2 وبعدين شابتر 10. سو 3 شابترز ويل بي كفرد، 3 شابترز هم دول اللي هيتغطوا في الميد تيرم اكزام ان شاء الله باذن الله. اوكي طيب، لما نيجي نقول بالنسبه اول حاجه شابتر 1، شابتر 1 هو اغلبيته ثيوريتيكال، وطبعا هو هنركز فيه على تو بوينتس. البوينت الاولانيه انه الديفرنس بتوين اوكي الكوست اكاونتنج اند financial accounting. يبقى احنا we want to know the difference between cost accounting and financial accounting. فاحنا we can summarize، احنا ممكن نلخص الفرق ده بين الاثنين في table كده. تروح عامل لي table كده وتبتدي تعمل هنا، تقول ايه، طب ادي الكوست ايه، دي cost accounting، وهنحط هنا الفاينانشال اكاونتنج. اوكي طيب، هفكركم بحاجه بس قبل ما نخش على الفرق. الفاينانشال اكاونتنج دي اللي هي ايه؟ الفاينانشال اكاونتنج دي اللي حضرتك درستها في سنه اولى وثانيه، دي بنسميها فاينانشال اكاونتنج. الفاينانشال اكاونتنج انت كنت بتعمل ايه؟ بتيجي في اخر السنه وبنعمل حاجه اسمها فاينانشال ستيتمنتس. احنا وي ار بريبيرنج الفاينانشال ستيتمنتس ات ذا اند اوف ذا يير. طيب لما بتيجي تعمل الفاينانشال ستيتمنتس في اخر السنه دي، بنقدمها لمين؟ فقلنا ان احنا بنقدمها للاكسترنال والانترنال يوزر، يعني احنا بنقدمها للاثنين، للانترنال يوزر وللاكسترنال يوزر. لكن هي مينلي الفاينانشال اكاونتنج از فوكسنج اون اكسترنال يوزر نوت انترنال يوزر. يعني الفاينانشال اكاونتنج دي بتركز على اللي هي الفاينانشال اكاونتنج دي بتركز على الاكسترنال، الناس اللي بره الشركه اكتر من الناس اللي جوه الشركة. اما الكوست اكاونتنج فهي بتركز على الانترنال يوزر نوت ذا اكسترنال يوزر. فلما نيجي نقول يبقى اول ديفرنس بينهم هو في مين؟ ها؟ في اليوزرز. مين هم اليوزرز؟ فقال لي هنا في الكوست اكاونتنج بيبقى انترنال يوزر، لكن في الفاينانشال اكاونتنج هنلاقيه ها اكسترنال يوزر. ادي الفرق. طب الفرق الثاني،
قال لي الفرق التاني في الفوكس بتاع التايم، تايم فوكس، تايم فوكس. قال لي الله يعني ايه تايم فوكس؟ قلت له في الفاينانشال اكاونتنج، الفاينانشال ستيتمنتس اللي حضرتك بتعملها دي بتعملها بتقدمها عن حاجات حصلت ولا حاجات لسه هتحصل؟ قال لي لا، ده الفاينانشال اكاونتنج دي كلها عبارة عن حاجات حصلت مش حاجات لسه ايه هتحصل. يبقى الفاينانشال اكاونتنج هي في الحقيقة باست اورينتد، يعني بتركز على الماضي، باست اورينتد. طب والكوست اكاونتنج؟ قال لي الكوست اكاونتنج بص هي فيها الاتنين. فيها معلومات عن الماضي وبتساعدني كمان في ان انا اخد قرارات في المستقبل، فهي بس هي ممكن نقول ان هي فيوتشر اورينتد. طبعا هو في الحقيقه احنا ما نقدرش نقول انها فيوتشر اورينتد، لانه هي الكوست اكاونتنج دي احنا مش عايزين نقول عليها كوست اكاونت، احنا عايزين نقول عليها مانجيريال اكاونتنج نوت كوست اكاونت. طب ليه؟ قال لي هي المانجيريال هي الكبيره والكوست اكاونتنج دي جزء منها، فاحنا لما نيجي نقول الديفرنس هنقول الديفرنس بتوين مانجيريال اكاونتنج اند فاينانشال اكاونتنج. المحاسبة الإدارية اللي هي المحاسبة بتاعت الناس بتوع الإدارة اللي بيهتم هي عشان المديرين جوه الشركة ياخدوا قرار بيستخدموها، منها الكوست أكاونت. طيب أنت لما تيجي تاخد قرار بتاخد القرار في حاجة حصلت ولا في حاجة لسه هتحصل؟ يبقى إيه؟ بتاخد القرار في حاجة لسه هتحصل، فيبقى هنا دايما دي فيوتشر أورينتد. أدي ده الإيه؟ ده بالنسبة للتايم فوكس. بالنسبة لل الفرق الثالث اللي هو rules of measurement، rules of measurement مين اللي بيحكم؟ قواعد حاكمة مين؟ طب انا هقول لكم على حاجة، مش احنا قلنا ان الفاينانشال اكاونتنج دي بتركز على الاكسترنال، الناس اللي هم اللي بره. طيب انت لو ماشي في الشارع مش لازم يكون في قواعد بتحكم الشارع اللي هي مثلا قواعد المرور يعني على سبيل المثال؟ يبقى هنا لما تكون ماشي في الشارع بيبقى في قواعد ملزمة، لكن لما تكون ماشي في بيتكو وانت ماشي كده جنب السفرة يقولك لا احود يمين احود شمال، لا طبعا. بالتالي هنا وانت ماشي في البيت غالبا ما فيش قواعد حاكمة غير ان انت تبقى ساتر نفسك يعني. طيب لما نيجي نقول طيب يبقى المانجيريال اكاونتنج هنا غالبا الرولز بتاعتها هي internal rules، يبقى هنا there is no restrictions، no restrictions، no restrictions. لكن هنا في رول، نقول يبقى هنا في financial accounting it has to follow، has to follow الجاب، has to follow الجاب. ايه الجاب دي؟ اللي هي الجنرال اكسبتد اكاونتنج برينسيبلز، جنرال اكسبتد اكاونتنج برينسيبلز اللي هي الاكاونتنج ستاندردز، طبعا بطريقه يعني سهله مش عايزين نخوض في تعقيدات. النقطه الثالثه او الرابعه تايم سبان، تايم سبان، تايم سبان ده نقصد بيه ايه؟ لو احنا بنعمل الفاينانشال ريبورتس كل قد ايه؟ الفاينانشال اكاونتنج ليها بتبقى prepared annually، يعني بنعملها كل ايه سنة او quarterly او semi annually، بس it has a fixed time span. لكن هنا في managerial reports التقارير هنا يبقى هنا reports are prepared annually quarterly whatever، لكن هنا we can prepare a report ممكن كل ساعة hourly ممكن ويكلي ممكن كل 20 سنة 20 years. فيبقى هنا يبقى احنا كده فهمنا الايه الفرق بين الاثنين. في برضو يعني ممكن نقول ساعات انه في فرق تاني ما بينهم، اللي هو انه ممكن نقول البيهيفير، behavioral implication، behavioral implication. طب انا هسأل سؤال، انت لما يكون في قواعد زي الجاب احنا قلنا هنا انه في قاعدة اسمها الايه الجاب دي، لما يكون في قاعدة بتحكمك هل السلوك بتاعك هيبقى بيبقى
بتتعامل من نفسك كده ولا بتمشي حسب القواعد؟ لا، بنمشي حسب القواعد. فهنا بيبقى less behavioral implication، يعني هنا بنقول ايه؟ انه less influence. less influence ليه؟ less influence لانه في قاعدة، لكن لما ما يكونش في قواعد زي ما تكون ماشي في البيت كده، بيبقى سلوكك هو اللي واضح، فهنا بيبقى في more influence. more influence. يبقى this is the difference between، خلاص يبقى ده كده الفرق بين ال managerial، بقى ممكن نقول managerial بدل cost accounting هنستبدلها بكلمة managerial accounting. managerial اوكي accounting. تمام كده، ادي الفرق بين الكوست اكاونتنج والمانجيريال اكاونتنج اللي هو اول بوينت في شابتر 1. طيب نشوف بقى البوينت الايه الثانيه. اوكي طيب البوينت الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم عليها اللي هي يعني، وممكن دي تكون اخر حته نظري عشان نخش بقى في الجد شويه، اللي هي الفاليو تشين اناليسيس. اوكي الفاليو تشين اناليسيس دي عباره عن ايه؟ هي از ا سيكونس اوكي اوف بزنس، sequence of business functions. الله، يعني دي sequence يعني ايه؟ يعني حاجات ورا بعضيها متتالية من المهام او الوظائف داخل العمل او داخل الصناعة. يعني بتبدأ ازاي؟ يقول لك انت لما تيجي تعمل اي مشروع اول خطوة بتعملها ايه؟ قال لك اول خطوة عايزين نشوف الارض اللي هنعمل فيها المشروع، والمشروع ده عن ايه؟ طب والمشروع ده ممكن ينجح ولا مش ممكن ينجح؟ وبالتالي هنا يبقى الفيرست step ان انت تعمل حاجة اسمها research and development. research and development ده اول خطوة. بعد ما بنعمل research and development بنبتدي نعمل حاجة اسمها الايه الديزاين. البوينت التانية اللي هي research and development التانية بتبقى تاني خطوة على طول، انه احنا خلاص قررنا مثلا هنصنع عربية، هنعمل مصنع عربيات. طب انت مش محتاج تعمل ايه؟ شكل العربية يكون عامل ازاي؟ فنبتدي نعمل حاجة اسمها design، to design the product، الديزاين بتاع البرودكت. طب النقطة التالتة بعد ما تعمل design، الله عرفنا شكل العربية بقى عامل ازاي، انتجها بقى يا اخي، يبقى هتعمل حاجة اسمها ايه؟ ها production، نعمل انتاج. الله، طب بعد ما ننتج هنرمي العربية في الشارع؟ لا، اللي عرف الناس بقى ان انت عملت عربية يا اخي، انه بنعمل ايه؟ advertising. الادفرتايزنج ده اللي هو احنا بنسميه ايه؟ ماركتنج. طيب بعد ما تسوق المنتج وزعه بقى يا اخي على الناس، يبقى تعمل حاجة اسمها distribution. طيب بعد ما تعمل distribution مش هتكلم الناس تاني وخلاص وزعت عليهم المنتج وسوري يعني لبسوه خلاص، لا لازم تعمل لهم حاجة اسمها customer service. طبعا زي ما احنا عارفين كل الحاجات دي بتحصل في مصر يعني. صباح الفل. نيجي بقى نرجع للبزنس functions اللي هي تاني بنبدأ بresearch and development، بعدين design، بعدين production، وبعدين marketing، وبعدين distribution، وبعدين customer service. فيجي واحد يقول لي الله علاقة ده باللي انت بتقوله cost accounting ومش عارف ايه؟ اقول لك انت ما تيجي تحسب تكلفة لمنتج بتحسب تكلفته اللي هي ايه؟ هل هي انتاجه بس، عملية الانتاج فقط اللي هي دي اللي احنا هنركز عليها بعد كده بقى، خلي بالك اللي هي دي production، دي اسمها production cost، نسميها كده manufacturing اللي هي البرودكشن، صناعة manufacturing cost تكلفة الانتاج. يقول لي الله طب
الباقيين دول اللي بالاخضر دول اللي احنا هنحطهم بالاخضر دول؟ قال لي لا، دي بقى اللي هي ريسيرش اند ديفلوبمنت، وبعدين الديزاين، هما دول ليهم علاقه بالانتاج؟ قال لي لا، دول ما لهمش علاقه بالانتاج. طب والماركتنج ليه علاقه بالانتاج؟ قلت له لا برضه. طب والديستريبيوشن؟ كل ده بعد الانتاج والتاني قبل الانتاج. حتى في كتب يقول لك ايه ده، دول بنسميهم حاجه اسمها اب ستريم وداون ستريم، يعني قبل وبعد الانتاج. كل اللي بالاخضر ده هنسميه نون مانيفاكتشرنج كوست. خد بالك معايا من عشان ده مهم، نون عشان مهم عشان مسائل بعد كده، نون مانيفاكتشرنج كوست. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها مانيفاكتشرنج، حاجه اسمها نون مانيفاكتشرنج. كل اللي هيحصل جوه المصنع، اي حاجه هتحصل جوه المصنع هنا في الحته دي، واخد بالك هنا اهو، دي هتبقى مانيفاكتشرنج. ده جوه المصنع هنصنع بقى هنا. اللي بره المصنع سواء قبل الصناعه قبل التصنيع او بعد التصنيع هنسميه نون مانيفاكتشرنج كوست. از كلير؟ واضح يا جدعان؟ ماشي. او يا جدعان طبعا، عشان بس الامور تبقى واضحه. طيب ده كده الفاليو تشين اناليسيس. طبعا الاسئله بتيجي هنا، احنا انا شفت اسئله كده، يعني مثلا ممكن يجي لك جمله ويقول لك هي دي ديزاين ولا دي سوري، هي دي ديزاين ولا ريسيرش اند ديفلوبمنت ولا ديستريبيوشن. فانت لسه فاهم يعني ايه ديزاين، يعني ايه ريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني ايه كاستمر سيرفيس، يعني ايه ديستريبيوشن، يعني ايه ماركتنج، كل واحده يعني ايه. خلاص ده كده اهم البوينتس اللي هي في تشابتر 1. طيب نيجي بقى لتشابتر 2 اللي هو بدايه العملي عندنا، اللي هو تشابتر 2 عندنا بداية النقطة العملية. خلاص ففي تشابتر 2 احنا عايزين نعرف نغطي كام نقطة كده، بيسموه ده introduction، introduction okay to cost turns. ده introduction، عايزين نعرف ايه هي cost. فاحنا جوه التشابتر ده عايزين نعرف الكوست ترمينولوجي، كوست ترمينولوجي. يبقى احنا عايزين الاول نعرف يعني ايه كوست ترمينولوجي. زي ايه بقى كوست ترمينولوجي؟ قال لك اول حاجه عايزين نعرف الديفرنس بتوين الدايركت كوست اند اندايركت كوست. Two. Difference between variable cost and fixed costs. Three. Okay. Difference between inventoryable cost and period cost. يعني ده اللي هو الحاجات الأساسية اللي احنا عايزين نعرف الفرق بينهم، direct و indirect، variable و fixed، inventoryable و ايه و period cost. طيب علشان نفهم الفروقات دي بين بين الاثنين يعني اوكي، هنبتدي نروح على chapter 2. انا هقف هنا، ده اللي هو الفيرست لينك او الفيرست فيديو. خلاص وبعدين في السكند فيديو ان شاء الله دلوقتي هنبتدي نخش في chapter 2 عشان نعرف يعني ايه دايركت، يعني ايه اندايركت، يعني ايه variable، يعني ايه fixed، يعني ايه inventoryable، يعني ايه period cost، ونبتدي ناخد مسائل ونبتدي نحل على الحاجتين دول، الحاجات بتاعت chapter 2 دي كلها. اوكي هتوقف دلوقتي والفيديو التاني هتلاقوه ان شاء الله موجود برضو available وراء الفيديو ده على طول.